احنا هنبدأ دلوقتي. تمام. اهلا بكم في اليوم الثاني في البوت كامب ناسا سبيس ابس كايرو 2021. احب ارحب بكم تاني. انا كنت معاكم سلمى عصام امبارح، ومعانا احمد نعيم من ناسا سبيس ابس كايرو تيم. امبارح كان يوم طويل، كان اول يوم في البوت كامب. كان في سيشنز كتيره عظيمه كلنا استفدنا منها. احب بس انوه على تو بوينت مهمين جدا. اول حاجه انه الفورم ريجستريشن اتفتحت ونزلت على الويب سايت الخاص بينا. تاني حاجه انه نزلنا بوست كيو اند اي على ناسا سبيس ابس كايرو الاوفيشال جروب. تمام، احنا النهارده في اليوم الثاني معانا سيشن متنوعه، سواء كان تكنيكال او تيبس علشان تساعدك في البروجكت اللي هتبدا تشتغل عليه. ومعانا اول سيشن هتبقى عن الانوفيشن موفينج فورورد تو سيستماتيك ابروتش، اللي هيبقى لنا دكتور غنيم عبد العظيم. الدكتور غنيم عبد العظيم دكتور طبعا معاه 25 سنه، اكثر من 25 سنه خبره، وهو دلوقتي السي تي او W3 تكنيكس. اتفضل يا دكتور. احب ارحب بحضرتك يا دكتور، اتفضل. طيب السكرين ظهر مش كده؟ السكرين ظهر عندكم ان شاء الله؟ ايوه يا دكتور السكرين ظهر. تمام. طيب متشكر جدا. طيب يعني انا حابب طبعا يعني اشكر يعني المنظمين للكامب، يعني لانه كانت نقطه الانطلاقه بتاعتنا ان انا كنت شاركت از جادج السنه اللي فاتت، وكان الكونسيرن العام على الفرق المشاركه ان احنا هاوي ان احنا يعني نؤهل الفرق اللي بتمثل مصر في ناسا سبيس ابس كايرو، وكنا بنركز على الويك بوينتس اللي بنلاقيها عند الفرق. والحقيقه يعني كان من اهم النقاط اللي انا كنت بشوفها عند الفرق ان هم كانوا بيبقوا مولعين بالتكنولوجي. يعني ايه مولعين بالتكنولوجي؟ يعني هم سواء ستارت ابس او سواء طلبه جايين انترستد جدا ان هم يشتغلوا اي اي، وانترستد جدا ان هم يشتغلوا في الاركتكتشر از مايكرو سيرفيسز، وانترستد جدا ان هم يشتغلوا جيم ديفلوبمنت، وانترستد جدا ان هم يبنوا سوليوشنز بتكنولوجي وذاوت ان هم يبصوا هو ايه الاوبجكتيف من اللي هو مطلوب ان هم يحققوه. فالحقيقه يعني از ان اوتبوت وريكومنديشن من السنه اللي فاتت ان احنا وشوت فوكس على ان احنا نبين للمشاركين اهميه الانوفيشن في البروبلم فورميوليشن في التشالنج اللي هم داخلين يحلوه. فلا تكون يعني لا تكون مولع باستخدام التكنولوجي ومنفك عن تحقيق الهدف الاساسي من التشالنج اللي المفروض ان هو يبقى حل بيتوفر فيه يعني ثلاث عناصر، يعني يقولوا عليها الثلاث جيمات: جيد وجديد وذو جدوى. فهنا بقى هيتفاضل، احنا كده مش بنفاضل انت استخدمت تكنولوجي ايه، لا احنا هنفاضل مين اللي عنده انوفيتيف ايديا اكتر من الانوفيشن اللي حصل عند الاخر. والحقيقه يعني لما يعني انا بحاول ان انا اعمل لكم دايجستشن لمجهود يعني تريننج كورسز ممكن شركات تقعد تاخدها في حوالي يعني اربع سنين. انا هحاول ان انا اديكم الكبسوله دي يعني في حوالي ساعه من دلوقتي، لو عملنا اكسيدنج ممكن تبقى ساعه وعشر دقائق. فاحنا ممكن بس يعني عايزين نغير حتى الصوره النمطيه للانوفيشن. فاحنا هنمشي within التوبكس اللي انا حاططها دي، ان احنا هيبقى عندنا introduction. الانترودكشن دي هنتكلم فيها ان احنا هو عن مفهوم الذكاء ومفهوم الانوفيشن والعلاقه بين الذكاء والانوفيشن وعلاقه الانوفيشن بالeducation، وهو مين اللي ممكن ينوفيت. يعني هل الانوفيشن ده الابداع ده شيء فطري ولا شيء مكتسب ولا مزيج بينهم. وهنتكلم عن السكيلز المطلوبه للانوفيشن والعلاقه بين الانوفيشن والايثكس، يعني هل في علاقه بين الانوفيشن والايثكس ولا لا. وبعدين هندخل في الكور ثينكينج ايشوز. والكور ثينكينج ايشوز يعني احنا هنتكلم جزء ثيوريتيكالي، والموديل اللي انا حاطه الموديل ده يعني انا كنت واجهت بيه مشاكل
في انه هاو تو ليد ديجيتال ترانسفورميشن لميجا بروجكتس ولارج انتربرايزز ممكن بيكسيد عدد الموظفين فيها ل 2000. فتصور كده ان انت رايح تعمل انوفيشن في اورجانيزيشن عدد الموظفين فيها بيزيد عن ال 2000. كل موظف مايند سيت، هوريكم شويه مشاكل انتوا ممكن تقولوا ده تشالنج ان احنا ممكن حاجه زي كده تتحقق. بعد كده هنتكلم في التراديشنال انوفيشن ابروتش، اللي هو الناس بتفكر في الانوفيشن ازاي. فالناس مثلا بتفكر في الانوفيشن ان احنا يلا نقعد عشان نطلع افكار، فالناس دايما بتتكلم على الوات لكن ما بيتكلموش على الهاو. وبعدين هنتكلم عن الانوفيشن اوبريشنال موديل، اللي هو انت عشان تعمل بقى انوفيشن انت هتمشي 1 2 3 4 ان شاء الله يبقى عندك سيستماتيك ابروتش للانوفيشن. وهنتكلم عن اهم انوفيشن فريم وركس، thinking and innovation frameworks، هناخد نبذة عنهم لأن هم دول زي ما أنا قلت بيدرسوا في الجامعات برا من 2 لـ4 سنين. هنتكلم عن الكورت إن شاء الله، هنتكلم على التريز، هنتكلم على الاسكامبر، هنتكلم على الإنوفا. والإنوفا ده ده خاص بدكتوروني. وبعدين هنتكلم على السيستماتيك انوفيشن موديل، وبعدين الاوتوميشن للاوتوميشن للانوفيشن وسامري، لانه طبعا انا متصور انه بعد ما هيبقى في هذا الكم من التوبكس اللي احنا هنبقى اتكلمنا عليها هيبقى الناس اوفرويلمد، ايه ده احنا هنعمل ده كله؟ لا، فهندي كبسوله كده يعني ممكن نروح فين من النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. لو جينا بقى نتكلم عن اول نقطه احنا بنتكلم عليها، انه هو يعني what is intelligence، هو ايه هو الذكاء. الناس كلها بتختلف في تعريف الذكاء، لا، لكن هو في تعريف يعني عام يكاد يكون في اجماع عليه من العلماء، ان هو القدره على اكتساب المهارات واعاده استخدامها في المستقبل. وده حتى هتلاقيه يعني في مجال الناس بقى اللي مولعه بالاي اي في الارتفيشال انتليجنس، انت بتحاول ان انت بتكتسب مهارات. المهارات دي عباره عن هتبص لانها الداتا مودلز اللي انت الداتا اللي انت بتعملها اكوايرنج، سواء من داتا سواء سورس، واعاده ان انت واعاده استخدامها في المستقبل، ان انت تبني فوركاستنج مودلز انها اكوردنج للسكيلز اللي انت اكتسبتها، هاو ان انت تعمل بيها فوركاستنج في المستقبل. ولكن اللي ممكن يكون جديد للبعض انه لا يوجد نوع واحد من الذكاء، لا، في ذكاءات متعدده. وكان لاحد العلماء اسمه هاورد جاردنر، اللي هو صورته محطوطه قدامكم ده، اللي هي نظريه الذكاء المتعدد. لانه احنا يعني هدي مثال صريح كده، الناس اللي عندها القدره على التقليد، هي الناس دي عندها انتليجنس من نوع مختلف. يعني الناس اللي بتقلد الاصوات، الناس دي عندها يعني ذكاء صوتي. الناس اللي عندها ذكاء مهاري، زي ما احنا بنتكلم على ميسي، زي ما احنا بنتكلم على مارادونا، زي ما بنتكلم على مو صلاح. فالذكاء لا يقتصر فقط على الذكاء الخاص باللوجيك والماثيماتيكال. في ناس عندها ذكاء عاطفي، والذكاء العاطفي ده مهم جدا خصوصا للناس بتاعه الماركتينج. في ناس عندها الذكاء الاجتماعي، انها تقدر تعمل كوميونيكيشن. الكلام ده مفيد جدا في اداره التيمز واداره منشات كبيره، ما ينفعش يبقى يكون فيها صدمات. الذكاء الذاتي، ان الانسان يكون عنده درايه بذاته واحتياجاته وخططه الحاليه والمستقبليه. فنظريه الذكاء المتعدد الحقيقه يعني هارد جارنر كان ليه الفضل في ان هو يبرز انواع مختلفه من انواع الذكاءات، وده اللي انت في الواقع انت هتحتاج له. انت زي ما انت عندك واحد بتاع لوجيك، انت عندك واحد بتاع فيجوالز، زي الناس بتاعت اليو اكس لازم يكون عنده ذكاء بصري. هتبص تلاقي الناس بتاعت الديفلوبمنت they are not يعني interested يعني في حته اليو اكس. اليو اكس ده في ساينس كامل بيتكلم على اليو اكس، اللي هو اسمه اتش سي اي، هيومن كمبيوتر انتراكشن. فانت محتاج الانواع المختلفه من الذكاءات عشان تبروسيد. فدي اول نقطه في الانترودكشن ان احنا عايزين نتكلم عليها. بقى العلاقه بقى بين الذكاء والتعليم. احنا يعني التعليم لم يعد قاصرا على عمليه التذكر فقط، لا، في مستويات مختلفه من الكوجنيتيف سكيلز اللي لابد من تحصيلها للطلبه. فيعني حته التذكر دي اقلها.
فلو احنا شفنا كده احد العلماء اسمه بلوم عمل بلوم تاكسونومي فور كوجنيتيف دومين، قسمه للمهارات دي لازم هي دي اللي تو بي ابلايد على الطلب، لازم الميمورايزيشن، لازم نشغل الذاكره بتاعه الطالب، الاندرستاندينج، الابلكيشن اوف الايدياز، المهارات التحليليه الاناليسز، القدره على تقييم الافكار، المستوى الاخير اللي هو المستوى الاعلى اللي هو الكرياتيفيتي، وهو ده اللي ممكن نقول عليه الابداع. وبالتالي يعني بلوم لما كان بيتكلم على البلوم تاكسونومي ده هو بيتكلم انه المستوى الاعلى هو المستوى الخاص بالوصول لمرحله الابداع، هو ده اللي بتبنى المنشات العلميه الضخمه اللي بتوصل دلوقتي في الرانك العالمي لنمبر 1، انها تعلم الاطفال كيف يكون الطالب مبدع. فعشان كده ده ينقلنا للنقطه اللي بعدها اللي هي العلاقه بين الانوفيشن والانتليجنس. الانوفيشن هو محصله او مخرجات الانتليجنس اللي هو المستوى الاخير، اللي هو بعد ما احنا بنحصل كل هذه المهارات وبنكسب الطالب كل هذه المهارات الطالب بنوصله لمرحله الابداع، وهو اللي احنا بنتكلم عليه في مرحله الاكاديميك، انه الناس في مرحله الريسيرش في مرحله الدراسه ما بعد الجامعيه انه لابد ان هو ياتي بجديد. ومستوى ان هو ياتي بجديد ده بيختلف بقى ان هو في الماستر ديجري او في البي اتش دي. فيبقى كده العلاقه بين الانوفيشن وبين الانتليجنس. الانتليجنس هي ادوات، هي بنستخدمها كاداه لان احنا ننتج بيها جديد للواقع بتاعنا. طيب لو انتقلنا بقى لنقطه تانية، هو كان انوفيت، يعني احنا بنتصور ان احنا بعض الناس، الكلام اللي انا بقوله لكم ده يعني انا شفته في تيمز حقيقيه على ارض الواقع، انه في ناس بتتصور ان فلان مبدع وبيهملوا نفسهم فبيصدروا فلان اللي هو عنده افكار، لكن ما بيتحركوش لتقديم افكار ابداعيه. لا يعني بالريسيرش يعني وجدوا انه في 30% من اللي بيولدوا بيكون عندهم مهارات ابداعيه، لكن اكتساب الابداع هو عند ال 70% من الباقي. وبمقدار رعايتك زي ما انتم شايفين كده الشجره كده واحنا بننميها وتحت التريننج، وكلمه سكيلز اللي هي في الاول ملخبطه وبعدين بالميران مره في مره في مره في مره تم اكتساب المهاره. فلو تصورنا ان ال 30% اللي كان عندهم المهاره باي نيتشر اهملوا المهاره دي، المهاره دي هتموت، وده بيحصل احنا بنشوفه عند اطفال بيبقى عندهم المهاره وهم صغيرين لكن لا تتوفر لهم الادوات، يعني حد بيبقى عنده يعني الجزء بتاع الخاص ان هو يعرف يرسم، لكن يعني اهله لا يمكنوه من التولز، يفتكروا ان دي حاجه رفاهيه وان هو لازم يذاكر كويس. لا، ده هي دي اللي بتكمل المهارات اللي عند الطالب وبتوصله لمرحله الابداع، فبتبقى محتاج يعني شركاء في النجاح للوصول لهذه المنطقه. لو احنا تصورنا كده انه ال 30% اللي اكتسبوا اللي كانت عندهم الانوفيشن فطري وال 70% اللي ما كانش عندهم ابتدوا يهتموا بتحصيل الانوفيشن، هنبص نلاقي ان الريزلت اكستريملي زي ما هي احنا عاملين لها ريبريزنتيشن كده، نبص نلاقي انه اللي ابتدى يتعلم ويشتغل على نفسه ويكتسب المهارات بيوصل لمرحلة اكستريم وبيعدي حتى اللي ولد وعنده هذه المهارة. احنا عندنا يعني زي ما شايفين كده انه اللي بيشارك في بقى في الفورميوليشن للانوفيشن يعني هو الشخص نفسه انه بيشتغل على نفسه، الفاميلي، الكوميونتي، السكول، الحكومات انها تبقى بتشتغل على الجزء ده والريسيرش ايجنسيز. طيب وبالتالي هنا كده بقى احنا طيب يعني الراجل ده اللي اتولد يعني بالفطره يعني عنده انوفيشن، يبقى لابد من بيمر بالستيجز المختلفه دي اللي هو بيحصل له ديسكفري، بيحصل له ديسكفري يعني بيتم اكتشافه، بيحصل له انكيوبيشن اللي هو مرحله عنايه ورعايه بيه عشان نوفر له الادوات اللازمه والوقت اللازم ان هو يمارس ده. الحاجة التالتة هو طبعا كل ده في learning curve، الماتيوريتي ان هو خلاص بقى ماتيور ان هو وصل عنده الانوفيشن لمرحلة كويسة تمكنه من المرحلة اللي بعدها اللي هي البرودكتيفيتي، فيبقى مثلا ما عندوش تسرع يبقى عنده تيم. بعد كده مرحلة البرودكتيفيتي لما بيوصل البرودكتيفيتي ان هو يبدأ ينتج او ويبدع افكار مختلفة قابلة للتطبيق على ارض الواقع،
الافكار دي ممكن يشوبها بعض القصور، فلازم يحصل لها governance، اللي هو يعمل ايه؟ يعني ايه governance؟ يعني هو يقول انا لما هاجي انوفيت انا همشي في الطريق ده عشان اعمل innovation، يبقى لازم اعمل number one feasibility study، number two هعمل كذا، number three هعمل كذا، لازم اعمل maquette لحد ما انتج الفكره اللي انا عايز اعملها، يعمل لنفسه البروسيس الملائمه ليه وللتيم اللي شغال معاه. بعد كده طبعا يعني اي عمل بيشوب القصور في نهايه المطاف اللي هو بيحصل الديكلاين، ده يعني سنه الحياه انه بينخفض معدل التحصيل والاتراك وبيحصل لها يعني انخفاض. لو انتقلنا كده، طيب هو ايه الانوفيشن سكيلز اللي مطلوبه؟ طبعا يعني اي حد عشان يوصل للمرحله دي هو خلاص احنا قلنا ان هو اكتسب المهاره، ولكن هو دايما بيبقى عنده الرغبه في ان هو يبقى كرييتيف، لازم يبقى عنده كولابوريشن، هو عنده يقدر ان هو يتعاون مع الاخرين، لازم يبقى عنده سيلف كونفيدنس، يعني مش اي حد هو تيجي في دماغه فكره مش اي حد يزحزحه عن فكرته او يشككه فيها فيصرف النظر عنها. لازم يبقى دايما عنده continuous improvement، يعني ايه؟ يعني هو عمل الحاجة ويرجع يطور فيها ويرجع يطور فيها، مش يقعد 50 سنة عشان يطلع the first output، لانه العالم متسارع، فلابد ان هو he's looking for providing service يعني level of quality للعالم، فيطلع version number one و version number two version number three وهكذا. الحاجة اللي بعد كده الامباورمنت، هو طبعا بيبقى محتاج سبورت وامباورمنت، وكمان هو يامباور التيم، يعني هو كشخص مبدع هو محتاج ان هو يامباور التيم اللي معاه. ودايما هتلاقوا ان احنا بنتكلم على فكرة التيمز، ليه؟ لانه العمل المبدع كل ما يكون كبير كل ما يكون صعب ان واحد بس اللي يشترك فيه، فبنكون محتاجين انه تيم ورك، وعشان يكون في تيم ورك يبقى هيبقى في سيت اوف فاليوز لازم التيم ده هيتعرف عليها عشان يبقوا شغالين بنفس الروح. الحاجه الاخيره، وطبعا يعني ده يعني جزء من السكيلز اللي ممكن تكون مطلوبه، يعني لان احنا بنحاول نعمل بريفنج للبرزنتيشن، الاجيلتي. دايما ان انت هتبقى يعني ايه اجيلتي؟ باختصار كده انت تعمل تايم بوكسد موديل، وايتش تايم بوكسد موديل يو ديليفر فاليو تو يور كاستمر. يعني ايه؟ يعني لو انتوا هنتكلم على الكومبيتيشن بتاعكم، لو احنا بنقول ان احنا قدامنا شهر، فانتوا الاتريشن بتاعتكم لازم تبقى صغيره جدا جدا جدا، يعني انتوا تتفقوا على ديليفري كل 3 ايام بحيث ان انتوا يبقى عندكم 10 اتريشنز، فكل اتريشن انتوا تعملوا ديليفري لجزء من الفاليوز اللي انتوا عايزين لجزء من البروبلم ستيتمنت اللي انتوا عملتوا لها فورميوليشن. والا انتوا لو اشتغلتوا ان احنا كمان 15 يوم هنتقابل عشان نطلع اوتبوت، انتوا يعني كده يو ار بلاننج فور فيلير. فالاجيليتي انت بتشتغل على تايم بوكسد موديل كونتينوس ديليفري وتبقى ديليفرابل اورينتد يعني كاستمر بيست. هل في علاقه بين الايثكس وبين الانوفيشن؟ يعني الحقيقه يعني ممكن يكون السؤال يعني انا بس يعني بحاول يعني اطرحه كده عشان الناس يعني كنا بنسال عليه كتير يعني وما تبقاش الاجابه صادمه، لا ما فيش علاقه يعني. ومثال صارخ يعني الهاكينج، زي ما في يعني هاكر، الهاكر ده هو بيستخدم انوفيتيف مودلز في ان هو يقدر ياتاك الانفورميشن تكنولوجي سوليوشنز، في ethical hacking انه how to prevent such models انها تحصل، وهو ان انت تعمل defending against attacks دي. عشان كده نشأ يعني الـ OWASP اللي هو Open Web Application Security Project، ده project over the world بيتكلم على security، how ان انت secure your solution. حتى الهاكر هو مبدع، ولكن مبدع بشكل non-ethical، لكن هو في النهاية مبدع لان هو قدر ان هو يحصل على سوليوشنز انوفيتيف. وهنقول يعني ايه؟ هنترجمها في كوانتيتيف ميجر بعد. بننتقل كده احنا خلصنا الانترودكشن، يعني هنتكلم دلوقتي على الكور ثينكينج مودلز البروبلم فورميليشن. والحقيقه البروبلم فورميليشن دي يعني هي دي من اهم السلايدز اللي يعني تم تكوينها على مدار يعني السنين من خلال اللي كنا بنقابله مع التيمز.
ايه البروبلم فورميوليشن دي؟ هو انا هحكي لكم قصه السلايد دي وانتوا هتدركوا يعني ما وراءها. يعني في احد الشركات المالتي ناشونال يعني كان بيتجاوز يعني عدد الموظفين فيها حوالي 2000 موظف، كنا بندخل كل اجتماع بتقابلنا المشاكل دي. المشاكل دي تم صياغتها في بعض المشكلات. نمبر 1، دو وي اندرستاند ذا ريل سايز اوف ذا بروبلم. يعني احنا الناس بتبقى داخله الاجتماع هم مش عارفين ايه المشكله، مش عارفين حجم المشكله، مفيش كونسيستنسي بتوين الاندرستاندينج، مفيش كومبليتنس اوف الاندرستاندينج اوف البروبلم، مفيش يعني في ديفرنت ماتيوريتي ليفلز قاعده على نفس البورد، قاعده على نفس التيبل، مفيش ديفينيشن للكواليتي اتريبيوتس المطلوبه. يعني هم مش عارفين، يعني مش عارفين حجم المشكله ومش عارفين هم عايزين يروحوا فين. ده ينقلنا للسؤال الثاني، وات از ذا ريل بروبلم. يعني هو كده دي المشكله كانت ظهرت في شكل مشروع او في شكل منتج، لكن لو عملنا لها كاسكيد على مستوى الاورجانيزيشن، هو الاورجانيزيشن عندها الفيجن اللي تمكن الناس دي من انها تفكر في الاتجاه الصحيح؟ هي الاورجانيزيشن عندها درايه بايه المشاريع اللي المفروض تدخل فيها واللي ما تدخلش فيها؟ عندها درايه بالبرودكتس اللي المفروض تدخل فيها؟ عندها درايه بالبروسيس اللي المفروض تتبعها؟ عندها درايه بالتيمز اللي المفروض تو بي هاير؟ طيب نرجع اللي بعدها، للنقطه اللي بعدها، هو احنا بنفهم بعض كويس؟ يعني التيمز اللي قاعده، طبعا التيمز اللي انا بكلمكم عليها دي كانت في ليفل الدايركتورز والمانجرز، هو احنا ليه ما بنقدرش نفهم بعض بشكل صحيح؟ الحقيقه دي من اهم المشكلات اللي تسبق الانوفيشن، انه يبقى التيم كله بيشتغل بمايند سيت واحده، وهنشوف يعني هاو ان احنا نوصل لحل للحاجه دي. ليه احنا عندنا جاب كبيره في الـ في الـ في الـ في الاندرستاندينج بتوين اتش اذرز؟ ليه بيكون عندنا بايس تجاه الافكار؟ يعني ممكن واحد يتصور ان هو بمجرد طرح فكره واعتنقها ان هو بيبقى بايس ليها، لكن هاو ان هو يقدم ايفيدنت على انه صحه المقوله بتاعته. ازاي ان احنا نحط موديل ناشيف بيه بيست ريزلتس في الفيجن بتاعت الاورجانيزيشن، او بالنسبه لكم بالنسبه للبرودكت اللي احنا عايزين نعمله عشان نحل البروبلم ستيتمنت اللي مطروحه من الناس. ازاي ان احنا نموف بالاورجانيزيشن، نتحرك بالاورجانيزيشن في اتجاه الانوفيشن. بعد كده هو اي حد هل متاح ليه ان هو يكوميونيكيت ايديا؟ طب والايديا دي لما يعملها كوميونيكيشن هل محتاجين ايفيدنت عليها، ولا هل هو بيعتمد على الايموشنز في ان هو يعني هو متحمس جدا لفكرته فبيطرحها يعني من البرسبكتيف ان هو دي فكرته هو. فالحقيقه دي المشاكل اللي بتقابلها لما تيجي تعمل بروبلم فورميوليشن، ودي اللي بتشد التيمز لتحت ان هم ما بيبقوش الايند على الحاجات دي. لو احنا بصينا كده دلوقتي على التيمز اللي هيتم تكوينها سواء ستارت ابس او سواء انديفيدوالز، بص تلاقي انه ايه ده، لا فعلا احنا مش كونسيستنت، احنا مش عارفين المشكله، احنا مش ماتيور، احنا مش عارفين احنا عايزين نروح بالمنتج فين، واحنا ازاي نفهم بعض، واحنا ليه في فروق كبيره في الاندرستاندنج بيننا، ليه فلان بيتحمس لفكرته ما بيتحمسش لفكره الاخرين، ازاي نقدم ايفيدنت على الافكار بتاعتنا وهكذا. بص تلاقي ان هي دي الكور بروبلمز اللي بتقابلنا. وبالتالي عشان نحل البروبلمز دي بقى يعني احنا محتاجين ثلاث حاجات، جزء ثيوريتيكال ان احنا نعلم الناس هم ازاي بقى يفكروا، وبالتالي احنا محتاجين ندي لهم يعني ثينكينج فريم ورك، وفي نفس الوقت محتاجين ان احنا نعلمهم از ثيوري انوفيشن فريم ورك عشان يبقى التفكير بشكل منهجي، وتبقى هي دي البروس بتاعتهم وهم يستخدموها ويعملوا لها ماتور فيما بعد. الجزء الثاني ان هم يقدروا يعملوا براكتسنج للثيوري اللي هم اتعلموها دي، يعني في شكل يعني بروف اوف كونسبتس. الحاجه الثالثه ان هم يستخدموها في عمل برودكت. طيب يعني احنا قلنا دلوقتي ان احنا خلاص ده المخرج، طب هي ايه الصوره النمطيه بقى عن الانوفيشن اللي كانت معروفه؟ الصوره النمطيه عن الانوفيشن انه يتقال التيم ثينك اوت اوف ذا بوكس، يتقال التيم احنا هنعمل فوكس جروبس. هي يعني هي الصوره النمطيه دي هي يعني تعبر عن السلايد الثالث اللي هو سوري على الايمج الثالثه اللي هي بتتكلم على وات وواي اند هاو. هو لما احنا نقول للناس ثينك اوت اوف ذا بوكس او اقعدوا في تيمز وفكروا وطلعوا افكار، هو احنا كده بنقول لهم وات تو دو نوت هاو تو دو. لانه طب يلا انا عايز اخرج بره البوكس، هو انا اخرج يمين ولا اخرج شمال؟ طب القفزه بتاعتي تبقى كبيره ولا تبقى صغيره؟
فاحنا بنقول لهم فكروا، لكن ما بنقولهمش فكروا ازاي. الناس اللي قاعده في الايمج اللي في النص دي هتلاقوهم ديفرنت مايند سيتس، هتلاقي منهم اللي ايموشنال، هتلاقي منهم اللي بيتحمس لفكرته، هتلاقي منهم اللي بيبقى بايزد، هتلاقي في منهم اللي عنده شخصيه قياديه فعايز يقود تيم في اتجاه مختلف، لكن مش كلهم بيقدموا ايفيدنس على مقترحاتهم. عشان كده احنا عايزين نتحرك في اتجاه الهاو يعني مور ذان الوات، يعني هناخد الوات معانا. طيب دايما احنا هنقول نفس الكلام، بس 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 هاو ازاي ان احنا هنطبق الكلام ده. ف واحنا قلنا طبعا هو ده السلايد دي بتبين ان الانوفيشن هو ده اللي بيحرك اي اورجانيزيشن في اتجاه الجروث، وكذلك التيم. والانوفيشن هو يعني كام في المية من العالم بيعمل انوفيشن؟ الانوفيتورز هم نسبة 2.5% من العالم. هتبص تلاقوا ان الشركات الكبرى هي دي اللي بتاخد الريسك، هي دي اللي بتبقى يعني في الايرلي ستيجز اوف ان هم يعملوا انوفيشن، وبيجي الباقي بعد كده بيتبعهم. بس الجروث مارجن بالنسبه للانوفيتورز بيبقى اعلى بكتير من الناس اللي بتيجي مقلده. عشان كده دايما بنقول لكم الانوفيشن راذر ذان ذا تكنولوجي. التكنولوجي هي الاداه، ما تفكرش from day one انه يا جماعه احنا ان شاء الله هنستخدم الاي اي. هو انت مش عارف البروبلم ستيتمنت، ممكن ما تحتاجش اي اي في البروبلم ستيتمنت بتاعتك. كده هو ده بقى الصوره. السلايد دي من اهم السلايدز. يعني انا استاذن بس يعني ممكن بس يقولوا لنا التايم عامل ايه، عشان بس احنا ماشيين بريتم كويس. لحد ما يرد علينا. عشان كده احنا وصلنا للاوبريشن موديل اللي هو نحاول ان احنا نعمل يعني سيستماتيك ابروتش في الانوفيشن. واحنا نمبر 1 لازم نعمل اورينتيشن وتريننج للتيم للحاجه اللي احنا هنتكلم عليها. نمبر 1 احنا قلنا ان التيم لازم يبقى يتعلم ثينكينج فريم ورك، انه ازاي يفكر وازاي ما يبقاش بايز للافكار وازاي افكاره يقوم عليها الدليل. نمبر 2 ان هو يتعلم انوفيشن innovation frameworks، وبعد كده هاو ان هو بقى يعمل digestion لكل المودلز دي، وتبقى هي دي البروسيس بتاعته في الانوفيشن. فاحنا المفروض ان الاورجانيزيشن بالشكل ده يعني هيحصل الاورجانيزيشن والتريننج للكورت، اللي هو الكورت ده اللي هو الثينكينج فريم ورك اللي هم هيشتغلوا عليه، وبعد كده سكامبر، وبعد كده تريز، وبعد كده انوفا. Thinking framework. Scamper هو innovation framework. Triz هو innovation framework. Innova هو training framework. بعد كده الـ organization بتعمل digestion لكل دول، تعمل بيهم process على الـ organization. أستاذنكم بس الـ time احنا ماشيين. طيب فاحنا نمبر 1 احنا قلنا ان المشكله الاساسيه هي ازاي ان احنا نجمع التيم على فكر موحد، ونقلل الفارينس في الافكار اللي عند التيم، ودايما نقدم ادله على افكارنا. وده زي ما احنا قلنا كده انه متواجد في يعني innovation and thinking framework اسمه كورت. والحقيقه كورت ده من اهم البرامج اللي بيتم تدريسها في الجامعات في الخارج، وبيتراوح مده تدريسه من 2 لـ4 سنوات، لان هو يعني موديل مهم جدا وكبير جدا. هو طبعا اللي عمل الموديل ده هو ادوارد بونو. هو طبعا كورت ده اختصار كوجنيتيف ريسيرش تراست، هو مركز البحث المعرفي. هو يعني سمى البرنامج باسم المؤسسه. البرنامج ده بيدور في ست محاور، في كل محور من المحاور دي 10 ادوات. فلو مشينا كده في اللايف سايكل بتاعه الموديل اللي هو عمله، نمبر 1 اللي هو كورت 1 اللي هو البريث، اللي هو القدره على توسيع الافكار وازاي ان انت تنتج افكار، ودي ليها 10 ادوات. الجروب الثاني اللي هو كورت 2، وده بيختص بالاورجنايزيشن، ازاي ان احنا يمكن تنظيم هذه الافكار وتقديمها وتاخيرها والمفاضله بينها.
الحاجه الثالثه الكورت نمبر 3 بيتكلم على الانتراكشن، كيفيه التفاعل بين التيم وتقديم الحقائق والادله والمفاضله بينها وترتيب مستويات الادله واكتشاف البايس تجاه الافكار، وده هيبقى مفيد جدا في ان احنا في ان التيم لو اطلع عليه يقدر ان هو يبقى فاهم ان هو لازم يعمل الاسسمنت ده لكل الافكار اللي بيتم تداولها. المحور الرابع اللي هو كورت 4 اللي هو بيتكلم على الكرياتيفيتي، وهو قدم فيه يعني 10 ادوات لان احنا نعمل كرياتيفيتي، هنتكلم عليهم يعني. الحاجه الخامسه الكورد المحور الخامس بيتكلم على الانفورميشن فيلينج، بيتكلم على كيفيه التمييز بين الانفورميشن والفيلينج وقد ايه ان الفيلينج مهتم، لانه انت لازم تعرف يعني هو الكاستمر بتاعك بيحب ايه وما بيحبش ايه، لانه ده الميل الفطر ده انت لازم تو بي كونسيدر، وده هتلاقيه مينلي بي يعني المسجز اللي هي بتاعت الماركتنج تيم اللي بتشتغل على الكلام ده. ايفن الاي اي هي بتشتغل على المحور الخاص بالانترست بتاعت الكاستمر بتاعك. المحور الرابع اللي هو بيتكلم على الاكشنز، هاو ان احنا بقى نكونسوليديت كل التولز اللي احنا استخدمناها دي وناخد اكشنز سمارت في ال اكوردنج للايديز اللي جنريتد والبدائل اللي تم اقتراحها. طيب لو احنا اتكلمنا كده على البريث، يعني ازاي ان هو الكورت حط موديل ان احنا نعمل تشييف في الافكار باستخدام العشر ادوات اللي قدامنا دول، نمبر 1 بي ام اي اللي هي بلس ومعرفه الايجابيات والسلبيات والنقط المثيره في التوبيك، نمبر 2 ان انت تعمل كونسيدريشن لاول فاكتورز كل الفاكتورز اللي تو بي كونسيدر، يعني انت لو عايز تشتري عربيه ايه العوامل اللي انت تو بي كونسيدر عشان تشتري عربيه، انت عايزها سريعه عايزها كبيره عايزها، فطبعا انا هحاول عشان التايم. نمبر 3 الرولز تو بي كونسيدر، انت عايز تقنن انت عايز تحط رولز عشان تحل المشكله بتاعتك، مثال لو احنا بنتكلم على مدرسه ايه القواعد اللي لابد من اتباعها لابد للطلبه من اتباعها عشان الحصول على فصل دراسي ناجح. نمبر 4 اللي هو الكونسيكونسز اند سيكولز، دايما وانت بتحط مشكله وانت بتحط سوليوشن تفكر على التوابع والمكملات، يعني التوابع ان هو انت عملت السوليوشن ده هتكمله ازاي وايه التوابع اللي هتحصل لو انت عملت السوليوشن ده. نمبر 5 دايما تبص دايما عينيك تبقى مراقبه الاهداف، لانه زي ما احنا كنا بدانا انه دايما في بعض الناس بتبدا ب انا رايح استخدم التكنولوجي اندبندنت عن البروبلم ستيتمنت اندبندنت عن الاوبجكت، فدايما عينيك مراقبه الهدف. نمبر 6 طبعا البلاننج التخطيط الجيد ان انت تقدم ايه وتاخر ايه. نمبر 7 اللي هو الاف اي بي اللي هو فيرست امبورتنت برايورتيز، ان انت دايما ترتب الاهم فالاهم عشان حتى اوجه القصور تكون في الاخر، فتبقى انت خلصت اكبر ما يمكن من الموديل. نمبر 8 اللي هي الاي بي سي اللي هو الالترناتيفز والبوسيبيليتيز، اللي هو لازم تقدم بدائل مختلفه وبعد كده انت هتعيد تقييمها. الحاجه التاسعه بتتكلم على الديسيجنز، انت طبعا في كل سايكل من السايكلز دي انت لا تغرق في لازم حد يكونترول ولازم حد ياخد ديسيجنز عشان ما تقعش في دايليما ان انت دخلت جوه موديل ومش قادر تخرج منه، لان زي ما احنا قلنا في الاجيلتي انت تايم بوكس الموديل. نمبر 10 اللي هو الاو بي في اللي هو اذر بوينت اوف فيو، يعني انت دايما لنفترض ان احنا عندنا من التيم ممبرز احمد ونهى، فدايما احمد ياخد في اعتباره وجهه نظر نهى عشان ده يكيل البايس، وكذلك نهى تاخد في الاعتبار وجهه نظر احمد انه تفكر بدماغ احمد مش تهمش فكره احمد. فالاذر بوينت اوف فيو شود بي كونسيدرد، لانه ده ممكن يكون بيساعد على انه الموديل يكبر والموديل يبقى ابستراكت. وفي كل موديل احنا هيبقى عندنا ما يسمى ذا بنفيتس ماتريكس، احنا لو احنا في كل موديل احنا عندنا 6 مودلز اهم، هتبصوا تلاقوا انه في كل موديل احنا عندنا بنقدر ان احنا نليمينيت في بعض من التولز المستخدمه ما يساعدنا ان احنا نليمينيت البايز، ما يساعد في ان احنا نعلي الكواليتي بتاعه الديسيجن ميكنج، بيعلي الفوكس بيعلي الكرياتيفيتي عند التيم. المحور الثاني اللي هو الاورجانيزيشن، وده يعني ادوارد دي بونو لما حطه هو كان بيهدف ان هو او ان احنا بقى ننظم ما تم الوصول اليه، ولكن التنظيم ده بيبدا بالتعرف الجيد اكتر، التعرف بعمق على المشكله اكتر،
ثم القدره على تحليلها، وثم القدره على ان احنا نعمل كومباريزون بقى بين الالترناتيفز اللي احنا وصلنا لها، وبعدين ان احنا نقدر نعمل سيلكشن اكوردنج للويل ديفايند كرايتيريا احنا هنحطها، وبعدين الستارتنج بوينت. وبعدين هنا بقى مع الستارتنج بوينت يلا بقى ننظم بقى الاولويات بتاعتنا اللي احنا كنا بالاستعانه باللي احنا استخدمناه قبل كده اللي هو فيرست امبورتنت برايورتي. ده كله هيوصلنا ان احنا في فوكس عالي ان هو ايه اللي يبقى معانا وايه اللي مش معانا. لو تم طرح مشكلات كتيره لازم نعمل وكلها كوريليتد، لازم نعمل كونسوليديشن وكونكلوجن، وبالتالي ده يعني هيساعدنا ان احنا نطلع لقدام بالافكار بتاعتنا. انا هحاول اسرع شويه. المحور الثالث احنا بنتكلم على الانتراكشن، وده بقى اللي هيبقى مهم جدا في التفاعل بين التيم، ان احنا لازم نكزامل بوث سايدز، التيم كله لازم يكونسيدر اراؤه، لازم دايما يكون في ادله على ما يتم تقديمه وطرحه من افكار، ولازم يكون في مفاضله بين الادله، يعني في حد جايب ايفيدنت يعني دليل صريح، وفي حد جايب وجهه نظر، وفي حد جايب تخمين. لابد من ان احنا نقدر ان احنا نميز بين المراتب المختلفه في الادله اللي احنا بنطرحها في عشان نعمل انوفيشن لافكارنا. الجزء الرابع بقى، وده كان خاص بالكرياتيفيتي عند ادوارد دي بونو، وهو بيتكلم انه في بعض المشكلات هي اما يا يس يا نو. الحاجه الثالثه بو اللي هي جايه من بويتري، او البوم اللي هو لا ده دي انت يو شود ثينك اباوت، وهي دي اللي خاضعه للكريتيفيتي اللي هي الحاجات اللي ما فيهاش يس ونو. بيتكلم بقى ان انت عندك ستيبنج ستونز، يعني انت بتبقى بتفكر في مشكله، هي دي نقطة التحرك اللي كل الناس بتنطلق منها، انت هتفكر فيها بشكل مختلف. يعني الناس كلها بتسافر باستخدام القطر، انت هتفكر ازاي؟ راندم انبوت، انت ممكن تطرح اي راندم انبوت بحيث ان انت تقدر تولد منه افكار. مثلا يعني كنا بنطرح ده المحامي ومطعم، ممكن حد يعمل ديسكاونت، يبقى الفكره اللي ممكن نطرحها ان احنا نعمل ديسكاونتس للمحامين. كلاب وسفر، ممكن نعمل موتلز للكلاب في مثلا في الساحل الشمالي وهكذا. بعد كده الكونسبت تشالنجينج، انه ممكن يكون الافكار كلها بتتمحور عن نقطه معينه، فحد يتشالنج في تغيير الكونسبت، وبالتالي ممكن يؤدي للكريتيفيتي، زي ما حصل في كوفيد 19 والإديوكيشن، ان احنا الناس كلها كانت متعوده انها تروح المدارس، فاحنا عملنا هنا كونسبت تشالنجينج، لا احنا هنعمل يعني هوم بيزد ليرنينج او ديستانس ليرنينج، ان احنا نقدم سوليوشنز للتعليم عن بعد. في الدوميننت ايديا، في الويل ديفينيشن للبروبلم، في ان احنا ممكن نعمل انوفيشن ان احنا نريموف المشكلات نفسها، ممكن ان احنا نعمل كومباينيشن بتوين التو سوليوشنز وندمجهم بحيث ان احنا نقدم اداه جديده هي كومبايند، وده هنقابله في سكامبر. ممكن ننطلق من الريكويرمنتس بتاعه العميل، ان احنا يبقى في فوكس كبير جدا على الريكويرمنتس بتاعته، عدم يعني ان احنا نلتزم بالريكويرمنتس، قد يكون في نوع من انواع الانوفيشن ان احنا بنحقق 100% من طلباته، ده بيعمل اكستريم، ممكن يعمل اكستريم تشينج. بعد كده لازم برضو نخرج من الدايليما دي بان احنا نقدر ان احنا نيفالويت. في المحور الخامس لكورت كان بيتكلم على الانفورميشن فيلينج، هو احنا خلاص احنا بنعمل فينيشنج، فاحنا هو احنا ايه المعلومات اللي معانا وايه المعلومات اللي مش معانا. طب المعلومات اللي مش معانا لازم يبقى فيه فيشنج كويستشنز، يعني سؤال يمكننا من ان احنا نحصل على المعلومات اللي مش معانا. ايه هي المفاتيح اللي بيرتكز عليها السوليوشن؟ هل في تعارضات في السوليوشن ولا لا؟ الكونتراديكشنز، ونحاول ان احنا نحلها. ايه النقاط اللي فيها جيسنج لحد دلوقتي بحيث ان احنا نحلها، يعني نقطع الشك باليقين، فيا اما ان احنا نطرح الفكره دي جانبا يا اما ناخدها معانا. لازم برضو يكون في يعني عدم صدام يعني مع البيليفز والمعتقدات اللي خاصه بما يتم تقديمه.
طب فاينلي بقى، هو احنا هنعمل السوليوشن من جديد ولا هنعمل ولا هناخد حاجه ريدي ميد؟ طب ايه الايموشنز اللي بتحكم الموديل اللي احنا هنعمله؟ زي ما احنا قلنا كده مثلا الكالر، الكالرز في اليو اكس في الميدل ايست مختلف مثلا عن اسيا. يعني احنا هنا لون اللون فستان الفرح مثلا في مصر مثلا اللون الابيض، هناك بيبقى الاصفر تقريبا او الريد. فبص تلاقي ان اليو اكس هيختلف. الفاليوز هو ايه؟ الهايست فاليوز واللوست فاليوز، بحيث ان احنا نعمل فوكس على الهاي فاليو. وبعدين السمبليفيكيشن اند كلاريفيكيشن للايدياز، لانه كده احنا وقعنا في، يعني ممكن نكون وقعنا في بحر من المعلومات، لازم تو بي سمبليفايد عشان نقدر نقدمه لحد يعمل بيه برودكشن. وفاينالي طبعا حته الاكشنز، ان احنا هاو ان احنا بقى نرتب كل ما توصل، ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا، وهاو ان احنا نعمل له اوبريشنال بلان. وده لابد من صياغته في ما يسمى سمارت، يعني سمارت جول، ان هو يبقى سبيسيفيك يعني محدد، وميجرابل يعني قابل للقياس، واشيفبل يعني تقدر يحققه، ورياليستيك يعني واقعي، وتايم باوندد يعني ان هو محاط باطار زمني. وطبعا بالنسبه لكم لازم يكون الاطار الزمني هو ما يتم عمل ديليفري للكومبيتيشن فيه. الجزء الثاني بقى، احنا كده اتكلمنا على في كورت على ثينكينج موديل بيحكم التيم، ومعاها جزء انوفيشن موديل. سكامبر هو انوفيشن موديل، سمبلست انوفيشن موديل، وهو بيتكلم على يعني يمكن السبع محاور دول اللي هم سبستيوت، ان انت تقدر ان انت تعمل انوفيشن بان انت تعمل ريبليسمنت لكونسبت لهاردوير لجزء من اجزاء الماشين، بحيث ان انت تعمل انوفيشن، ان انت كومباينيشن، ان انت تجمع الحاجه على بعضها، ان انت تعمل ادابشن، ان انت تعمل موديفيكيشن، ان انت تعمل تعيد استخدام هذا الشيء في مجال اخر، ان انت تستبعد جزء من السوليوشن. ممكن يكون الاستبعاد ده جزء في مصلحه الانوفيشن، ان انت تعمل ري ارينج للكومبوننتس بتاعتك، بحيث ان انت تقدر تقدم انوفيتيف سوليوشن. دي امثله كده، يعني لو احنا جينا للسبستيوشن، ان انت تستبدل، تخيل كده احنا في حول بيتك للسمارت، يعني ان انت تدخل البيت بالبصمه يعني بعيدا عن الكي. في الكومباينيشن تخيل كده لما هاينز عملت ميرج للعبوتين دول وقدمت منتج جديد، او الراجل ده دمج المرجحه مع الباص بحيث ان هو يقدم وسيله سهله لنزول الناس اللي في الدور الثاني. الادابشن زي ان انت قدمت ابستراكت فورمز، دي يعني لو انت كنت عامل تكنولوجي فورم، التكنولوجي فورم ده ليه في ناس ممكن تعمل له ديزاين يبقى فيكسد. تخيل ان انت كده طوعته وحطيت الكونتنت بتاعه ابستراكتد، بحيث ان هو اي حد عايز يعمل فورم يبقى عنده ابستراكت سوليوشن، وبالتالي انت عليت الريوزابيلتي. في الموديفيكيشن انت هنا يعني تخيل كده انت غيرت في شكل العبوه من الازاز للبلاستيك، وبقت تقدر انها تقعد على القعده بتاعتها. بوت تو انذر يوز، ما احنا شايفين كده السي ديز تم استغلالها كانها حاجه يعني في الديكور. اليمينيت هنا تخيل كده لو احنا ده في الجرين كومبيوتنج، يعني تم الاستعانه بيه في الجرين كومبيوتنج، ان احنا نمنع الطباعه الورقيه، وده طبعا بيليمينيت الويست مطلقا. ده ان احنا منعنا حته البرينتنج على، انت هتلاقي في كل البنوك دلوقتي جو جرين ولا تطبع برضو، فان احنا اليمينيت الفيتشر دي، ده بينيبل الجو جرين، وده طبعا بيساعد بناء انفيرمنت جرين. الريفرس تخيل كده هو المفروض ان احنا اللي بنطلع ولا السيستم اللي بيطلعنا، احنا عكسنا الفانكشناليتي، فعكس الفانكشناليتي كان نوع من انواع الانوفيشن. طبعا بالنسبه لسكامبر ده هتلاقوا يعني ان شاء الله هسيب لكم ريفرنس يعني عامل على كل التوبيك من التوبكس دي، يعني ثلاث امثله تكنيكالي يو كان يوز ابون ديفرنت ليفلز، يعني حتى في الايديشن، حتى في السوفت وير اركتكتشر، حتى في الانفراستراكشر. هتلاقوني هسيب لكم لينك ان شاء الله. بعد كده تريز، وده تريز ده هو كان الموديل الاعقد. تريز هو يعني احد العلماء الروس اللي هو كان بيشارك في تسجيل براءات الاختراع للابحاث ايام الاتحاد السوفيتي. فهو كان يعني بينطلق، يعني هو جمع كل الابحاث اللي تم تسجيلها حوالي 40,000 ورقه بحثيه،
وعمل ابستراكشن هي الابحاث دي بتدور حوالين ايه، فطلع 40 رول كلها هي اللي بتكون سبب في الانوفيشن. وهو كان بيقول ان اي مشكله لابد ان احنا نعمل ابستراكشن للبروبلم وبعدين نحلها وبعدين نقدم حل للسبيسيفيك بروبلم بتاعتنا. المهم بتاعه كان من اهم ما يميزه ان هو ركز على ما يسمى هاو ان احنا نميجر الانوفيشن، ودي نقطه مهمه جدا من النقط اللي احنا عايزين نعلمها. انا عارف ان الكلام كتير بس دي من النقط اللي احنا عايزين نركز عليها، ان احنا عايزين هاو ان احنا نميجر الانوفيشن ايدياز بتاعتنا لازم تكون باستخدام كوانتيتيف ميجر، وهو اللي احنا عايزين نركز عليه الايدياليتي. والايدياليتي دي اللي هي المثاليه، قياس المثاليه، يعني احنا لازم نشوف هو ايه البنفيتس المتحققه وايه الكوست بتاعتها وايه الاضرار بتاعتها. فدايما لازم يكون عينينا على كده عشان احنا واحنا بنكومبير بين الانوفيشن بين ايتش اذرز. يعني لو غنوم عمل انوفيشن بنسبه 200% واحمد عمل انوفيشن بنسبه 150% فغنوم هو اللي هيكسب، مش ان غنوم عمل انوفيشن لوحده واحمد عمل انوفيشن لوحده. فدايما لازم يبقى فيه كوانتيتيف ميجر للانوفيشن. دول طبعا ال 40 تول اللي عملهم تريز، اللي عملتهم نظريه تريز. وطبعا هي كانت بتتكلم يعني على افكار كتيره، هتلاقوا في جزء منها مطبق في السوفت وير. يعني احنا لو بصينا لفكره السيلف سيرفيسنج اللي هي رقم 25 دي هتلاقيها متطبقه. انت في الاي كوميرس سوليوشن انت عامل سيلف سيرفيس، في الشوبس الكبيره هي بتعمل سيلف سيرفيس، دي بتخلي العميل بيشعر بالاريحيه ان هو اللي بيخدم نفسه وانت بتقلل الاوبريشنال اوفر هيدز. طبعا هي في تريز كان يعني ماشي في اسبيكتس كتير، لان هم كانوا بيشتغلوا في مجال ابحاث الفضاء، في حاجات الكيميكالز، في حاجات المعادن. تم الاستعانه بالموديل بتاعه في مجال التكنولوجي يعني مؤخرا. يعني هبقى اسيب لكم ان شاء الله لينك لشرح الادوات كامل، لان طبعا يعني مفيش وقت كافي ان احنا نقدر نشرح التولز دي مشروحه بالكامل فيما يعني يمكن عمل فيتنج ليه في السوفت وير. بمثال كده تخيلوا كده، لو احنا عايزين نقيس بقى الايدياليتي المقص ده، احنا كده عملنا دبليكيشن للمقص من يعني بخلاف المقص العادي. فتخيلوا كمية البرودكتيفيتي بتاع المقص ده لو هيجي يقص الحاجة في المطبخ، ممكن الايدياليتي توصل لكام اكوردنج للدبليكيشن اوف الاسلحه اللي احنا حاطينها. فده تقريبا يعني لو 5 يبقى 500%، لو 2 يبقى 500 يبقى 200%. فدايما بنقيس الايدياليتي للافكار. تصوروا كده الفكره دي في الويلز، الراجل ده عنده ويل من مربع وفي واحد بيساعده في ان هو يديله ويل مدوره. تصوروا كده يعني يعني الديستانس اللي هيقطعها قد ايه لو ماشي بالعجل ده، والديستانس اللي هيقطعها قد ايه لو ماشي بالعجل ده. فدايما نقيس يا جماعه ونستخدم الايدياليتي ويبقى عندنا كوانتيتيف ميجر ان احنا نقيس الايدياليتي. طيب هو ايه بقى اللي يعتبر انوفيشن معانا وايه اللي ما يعتبرش انوفيشن؟ لو انت قدمت حاجه بتكزيد الاكزيستنج مور ذان 15% يبقى انت كده دخلت في مرحله الانوفيشن. ما قبل ال 15% لا يصح ان احنا نطلق عليه انوفيشن. وطبعا ده بتختلف في حقوق من حقوق، بيختلف من حكومه لحكومه انها ممكن تعلي الليفل ده او تقلله، وممكن توجهه في منز مختلفه في خدمه الوطن. طيب هو تريز مطبق فين؟ مطبق في كل الانتربرايزز دي، يعني في الريسيرش سنترز اللي في العالم كلها. هنبص نلاقي مجالات مختلفه في الاوتوموتيف، في الاويل اند جاز، في الالكترونكس، بتتبنى تريز از انوفيشن موديل، انها بنت البروسيس بتاعت الانوفيشن والريسيرش بتاعتها ابون تريز. الموديل الاخير ده طبعا اللي هو ده بقى طبعا يعني ده يعني كان جزء يعني من الريسيرش بتاعتي. هتبصوا تلاقوا انه يعني احنا عملنا حوالي 27 رول
هتبص لها وكلهم نقدر نعمل فيتنج بيهم في مجال التكنولوجي. ايفن يعني لو احنا شايفين رقم 24 الجيميفيكيشن، ان انا اجيميفاي الحاجه، اجيميفاي الجيرني. رقم 17 الكالرنج، يعني هنبص تلاقي فيه اول ان وان سوليوشن اللي هي رقم 14. وده طبعا يعني كان مبني اوفر المودلز اللي فاتت، لانه لا ينبغي ان احنا نهمل مجهود الاخرين. يعني لو انتقلنا بعد كده، طيب يبقى هي ايه البروسيس بقى اللي احنا هنمشي فيها؟ نمبر 1 الانوفيشن، نقدر ان احنا نستخدم الحاجات اللي احنا ذكرناها دي. وطبعا يعني مش عايز الناس يحصل لها بانيك، انتوا لسه في الاول خالص، في انتربرايزز كبيره ما يقدرش تعمل الكلام ده ولا تعرف حاجه عن الكلام ده. فانتوا يعني اعملوا بيكينج للهايست توبكس اللي انتوا يعني تقدروا تستخدموها within التايم فريم اللي احنا فيه. رقم 2، تعملوا بروبلم فورميليشن كويس، تعملوا هايبوثيسز كويسه، تعرفوا الاوبجكتيفز بتاعتكم كويسه. لو قدرتوا تعملوا سيميوليشن اعملوا التستنج للسيميوليشن اللي انتوا وصلتوا له، فيدباك موديل انه عشان انتوا تعدلوا السيميوليشن اللي انتوا عملتوه، تعملوا امبروفمنت موديل، وبعدين تقدروا تعملوا انتوا ديبلويمنت للسوليوشن بتاعكم، اللي هو هيبقى ان شاء الله سوفت وير يعني موست بروبابلي تعملوا ديبلويمنت فاينلي. باستخدام البروسيس اللي احنا عملناها دي، هتبصوا تلاقوا بقى شايفين الايدياز في البدايه كبيره جدا وكتيره جدا في كل مرحله. طول ما احنا ماشيين عمالين نعمل فاليديشن ون اكسكلود، نعمل فاليديشن ون اكسكلود، نعمل فاليديشن ون اكسكلود، لحد ما نوصل للايديا اللي احنا واحنا بنعمل لها ريبرزنتيشن على لجنه او واحنا بنعمل لها امبلمنتيشن، احنا كلنا وي جارانتي ان احنا وي ار بلاننج فور سكسس. لكن تصوروا كده، لو احنا كنا انفعاليين في البدايه وخدنا يعني وجهه نظر عاطفيه في ان احنا نتبنى فكره، او فلان كان متحمس للفكره فاحنا هنمشي معاه ونفذناها، ممكن ما نوصلش للسكسس اللي احنا كلنا مقتنعين بيه. هنا كنت بحاول ان انا هايلايت يعني انه الانوفيشن افري وير هو مش مرتبط بس بالسوفت وير، لا هو في الاورجنايزيشن انوفيشن، في الاستراتيجي انوفيشن، في التكنولوجي انوفيشن، في البروسيس انوفيشن، في البرودكت، في الماركتنج. كل ده كل اريا من الارياز دي في ماركتنج، سوري في انوفيشن. يعني ايفن الماركتنج اكتيفيتيز، انت ممكن تشوف اعلان هو ده اللي انت تتفاعل معاه، واعلان تاني ما تقدرش تتفاعل معاه. وده يخلينا بقى يعني، هو الناس لما تيجي يعني السلايد ده، يمكن لو معانا حد ستارت ابس، هو السلايد ده مهم جدا ان الستارت ابس تبدا بيه. من اهم الحاجات اللي بتتاتش الانوفيشن هنا الفاليو بروبوزيشن. يعني احنا هنا الفاليو بروفايدد، لو احنا شايفين كده هاو يو هيلب اذرز، اللي هي فاليو بروفايدد. الفاليو بروبوزيشن دي هو انت هتقدم ايه ما يميزك على الاخرين. الابسنس اوف الفاليو بروبوزيشن ده هو ده اللي ممكن يفشل الموديل. هاو ان احنا نحكم على الموديل بنجاح فشل، هو تحت عندنا هو كوست بيست. يعني كوست لازم الناس تهتم بالفاليو بالناس الستارت ابس خصوصا، يعني بالفاليو بروبوزيشن في البيزنس موديل بتاعها. وبالتالي هنا احنا بقى لازم، طب الكلام اللي احنا بنقوله ده هو ان انت هتطبقه على ارض الواقع، انت لازم يبقى عندك ايديشن بانك ارتفاكت. البروسيس بتاعتك انت حط يا جماعه بروسيس صغيره، بزنس يونت بروسيس والانوفيشن بروسيس. يعني في كل حاجه لازم يبقى عندك ارتفاكتس، والديسيجن هتاخده ديسيجن ازاي، والبروسيس بتاعت كل قطاع هيشتغل ازاي، والانوفيشن بروسيس بتاعتنا احنا هنمشي ازاي. احنا ممكن نتفق يا جماعه احنا هناخد سكامبر عشان بس احنا مفيش وقت، فلازم يكون في اتفاق بينكم على البروسيس اللي انتوا هتتبعوه. طيب التولز انتوا لازم يكون عندكم عشان تقدروا تعملوا مانجمنت لنفسكم، مانجمنت تولز، وكاتب لكم لسته بيها اهي. طبعا يعني انتوا طالما انتوا تيمز ولسه في البدايه، ممكن تستخدموا اسهل حاجه تريلو، الباقي دي برضو يعني تولز ممكن ان انتوا تستخدموها. في الدومين نوليدج تول، طبعا احنا ليه بنسميها ما بنسميهاش ديفلوبمنت تول؟ لان ممكن احنا نكون بندي الكورس ده لحد تاني، بس الناس بتاع التكنولوجي هي كل التكنولوجي اللي هتبص تلاقي الديفلوبمنت تولز هي موست بروبابلي اللي بتقدم. الايديشن تولز طبعا اي حاجه فيها سيميوليشن او سكتشنج او مايند مابينج تولز طبعا تفت، وممكن يعني تبقوا تبعتوا لي انا ريكومند ليكم حاجات على الويب والموبايل. وفاينالي الكوميونيكيشن تول عشان ده يسهل التواصل بينكم، ومينلي يعني انا طبعا يعني بروفيشنالي بنستخدم سلاك، لكن واتساب ده الحاجات البيرسونال. السمري دي طبعا اخر سلايد، يعني انا عارف ان كل الكونتنت اللي اتقدم ده انا حاولت ان انا ادي لكم كبسوله،
الكونتنت ده كبير جدا. الكونتنت ده يعني عايز ادي لكم السامري بتاعكم. نمبر 1 دونت بانيك، اللي انا عرضته النهارده ده هو يعني جزء كبير جدا. لا انت ما يحصلكش بانيك خالص، ما فيش حد يعني كتير بيشتغل بالشكل ده، فما يحصلكش خضه. عايزك رقم 2 يعني ركز بس على الكي تيرمز اللي احنا قلناها. اعرف ان في حاجه اسمها كورت، في حاجه اسمها سكامبر، في حاجه اسمها تريز، وفكر كده انكريمنتالي كده انت ممكن تطبق ازاي. ان شاء الله لما تيجي عايز تعمل governance للثينكينج فريم ورك تفكر في الكورت. ممكن انتوا تبداوا يعني لو انتوا التيمز متكونه تبداوا بالليل تذاكروا سكامبر، وانا هسيب لكم ريفرنس السامبلز اللي انا هحطها لكم تطبيقات واقعيه انا طبقتها. وفي كل تول هتلاقوا يعني على الاقل 3 امثله. الحاجه الخامسه سمبليفاي الانوفيشن دوكيومنتس، يعني دونت اوفر ويلم يور سيلفز بان انتوا تقدموا دوكيومنتيشن صارخ رهيب لانه انتوا ما عندكوش الوقت. يعني النصيحه السادسه يعني dont focus on technology first، يعني ما يبقاش احنا داخلين سلام عليكم انجولر يا جماعه احنا لسه مش عارفين كده كده التولز دي معانا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم احنا اي ما حدش فكروا في الاوبجكت. الحاجه السابعه dont over engineer، يعني ما تهندسش زياده في يعني ما تعملش حاجه مش مطلوبه، ما تعملش حاجه مش مطلوبه لانه الوقت بيكون ضيق. الحاجه النصيحه الثامنه والاخيره جو اتريتيفلي، يعني لازم انتوا تحددوا مع بعض يور تايم بوكس وان انتوا هتريفيو كل قد ايه. يعني سي مثلا احنا يا جماعه الوقت ضيق هنراجع كل 3 ايام او هنراجع كل 7 ايام، وده يبقى ديليفربل اورينتد، يعني لازم تكون في حاجه ظاهره عشان في النهايه تقدروا ان انتوا تقدموا حاجه للناس. يعني انا اتمنى ان احنا نكون عملنا حاجه، يعني قدمنا حاجه كده فرشه كويسه بحيث انه في اليومين ثلاثه اللي جايين الناس تقدر تشتغل عليها وتحط تخصص ليها. دي الريفرنسز اللي انا يعني استخدمتها، وجزء منها انا حاطط لكم طبعا، يعني كل الحاجات دي كلها مينلي ريسيرشز بتاعتي وفي السايت بتاع